متتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة بن سليمان. كيفما كتشاهدوا معنا حنا في أمام عمالة بن سليمان. الموضوع هو هاد النادو هما اللي كادي ديال الجولف، اللي كانوا مرافقين ديال لعاب ديال الجولف من بعد الخدمة أكثر من 20 سنة، ها هما كيلقاو راسهم مشردين بدون أي حاجة، بدون أقل ولا بدون سينيسيس، بدون ورقات، حتى حاجة ما عندهم. قام على المباشر. السيد هذا السيد خدمنا معاه سيدي من 93 تقريبا، هو 19 عام خدمت معاه تمايا. المهم كان الجولف كان عندنا لي مونبر بزاف. دابا راه السيد هذا العام راه توقف، دابا ولا مشروع ديال الفيلات، دابا كيبيع ويشري في الفيلات، وضيعنا دابا تقريبا 25 كون ديال الخدمه 25 عام. دابا ما بقات عندنا لا خدمه، الجولف راه سد. دابا اللقمه ديال العيش صافي، ما بقيناش كنعيشوا، ما بقيناش كناكلوا، ما بقيناش كنشربوا. المهم خاص هذا السيد يدير معنا الحل ديالنا ضروري، يعطينا التعويضات ديالنا باش هاك خويت هذا. المهم راه مده هاد السنه دابا راه كنطالبوا بالتعويضات ديالنا باش يعوضنا مده 25 عام. دابا بغينا هاد الناس كنجيو لعندهم هنايا ما كيديروا معنا حتى حل. كنجيو كل صباح كل عشيه، حنا ديما راه البلاصه ديما يوميا هنايا، ما بغيناش نديروا الرايات. كيقول لك اودي راه حنا عندنا كاين شي مسؤول راه باغي يهضر معاكم. ملي كنجيو نهضروا معاهم كيقول لك اسيدي ما سيروا دبروا على راسكم. هاد الناس دابا راه ما بقيناش كناكلوا، ما بقيناش دابا راه الماء والضو ما كاينش، اللقمه ديال العيش هي ما كايناش. دابا خاص هاد الناس يديروا معنا حل. حتى العماله دابا ما بقاش كدير معنا الحل والو، كيقول لك سير شوف راسك، سير دبر على راسك. مشينا عند الناس ديال القصر، المهم كيصيفطوا الميساج كيقول لك سير العماله هي اللي غتقوم لكم بالواجب. كنمشيو حنايا كل صباح في العشيه ما بغاو يديروا معنا الناس حتى حل والو. دابا شردنا صافي، ما بقيناش دابا نقدر ما بقاش عندي حتى الصحه. قتلني هاد ود اليوسي، قتل لي صحتي، قتل لي كلشي. مول الجولف قتل لي صحتي، ما بقاش عندي فين نخدم. حتى دابا والو، حتى الخدمه دابا كنطلبها. السي في قال لك سير خاصك دير طلب، وهذا ماشي سي في، راه سي في هذا. كيقول لك سير دير طلب، واش هاد الناس يقول لك سير دير طلب ودفعي، هذا مالو ماشي سي في، هذا راه سي في. هو راه خاصني علاش كنطلب انا وليش باغي نخدم. يديروا معايا هاد الناس الحل. كنقول لهم راه بغيت صافي، ما بقاش كناكل صافي، راه غنمشي لهذاك البوطو، راه هو راه غادي نتحرق ان شاء الله. راه الروضه، راه هي حدايا، راه الجامع، راه كلشي قريب عند الله. ما بقاش يديروا معايا لا حرق غادي نتحرق صافي، ما بقاش انا صافي، ما عندي لا ميزانيه. اللهم نموت ولا نطحين، نبقى نتشرد. علاش الناس خاصهم يديروا معنا الحل ضروري؟ راه حنا كنجيو صباح عشيه بزاف هاد الناس، راه الله راه كنطلب يا ربي دير شي تاوين. هاد الناس خاصهم يديروا معنا الحل. الو، السلام عليكم الناس ديال بن سليمان. حنا من الشباب اللي خدمنا من 93 الجولف الرويال بن سليمان، وخدمنا كنا واكلين طريب د الخبز، ولكن ملي جا هاد الكوفيد 19 راه حنا ضعنا. هاد الناس رانا كرونا. الجولف راه حال الجولف، ولكن راه مال سوتوني، ما كيلعبش فيه حاشاكم، حتى القط ما بقاش كيدخل ليه. وهاد الناس راه حنا ضرينا، وعينا نطالبوا بالحقوق ديالنا، وعينا ندوي، وعينا نقولوا ولا اذن. حنا في الجولف اخويا كنديروا مساعد لعب، كنجر الساك لعب، جريتو البيرديغو الساك، جريتو البوعسريه سعاده العامل، جريتو السيدريس البصري الوزير انا ذاك، والناس الشخصيات البارزه انا ذاك في عماله اقليم اللي كتوصل لعماله اقليم سليمان وكتجي الجولف خدمنا معاهم. وهاد الساعه حنا ولينا حتاله، لا نعلم ما نقولون ولا نعلم ما ناكلون ولا نفهم في اي شيء. طوميسنا الله يجازيكم بخير. سعادة العامل اللي كتسمعني، راك انسان، الا كانوا عندك الوليدات راه غتراعي لينا، ما عندكش الوليدات اخوارا منك المولاك، ماشي انت ولا الكاتب العام ولا الناس مسؤوله ديال الاقليم كامله، دعيناكم الله سبحانه وتعالى. ما بغيتوش ديروا معنا تحل، واش حنا ما فيناش الدم؟ حنا راه فينا الدم وفينا الروح وكباغي نعيشوا. راه عندي 54 عام،
54 عام اش غندير انا؟ فين غنمشي؟ الجولف عطيته لمسعود تيبيع ويشري فيه. ما مشتغل مول الجولف مول المشروع ديال الجولف ما مستافدش منه كيما مستافد منه مسعود ورشيد وعبد السلام. اللي الناس اللي خدامين تما. وحنا اللي ضيعنا حياتنا معاهم لا علاقة، سير قال لك سير قال لك قال طوموبيل انتحر ما شغليش فيك انا. قال لك انتحر كيقول لك تعال فيك العافية انا مالي اش غندير لك. وانا كنا الناس لقينا فيهم الخير بغاو يوسطوا كلامنا الله يجازيهم بخير والله يرحم لهم الوالدين، ناس بحالنا ضعفاء الله يجازيهم بخير. وانتوما الناس الواعية الناس المسؤولة الناس أصحاب المصالح الله يعاونكم، حنا ما حسدناكمش وديرونا في بالكم، ديرونا في بالكم عرفونا احنا ناس بشر، احنا راه عندنا والدينا ولي احنا ايتام بعدا. انا عندي امي عندها 90 عام اش عندي اش غتعطيني واش غنعطيها؟ بو دفنتو في 2003 انا سيليباتير عندي 54 عام لا ولد لا بنت لا يحزنوا كي نديرو فيها؟ ونتسناو الرد من عندكم الله يجازيكم بخير وسمحوا لينا الى شنو المعاناه ديالكم دابا حاليا؟ المعاناه اخويا احنا دابا ما لا بغينا الكميو خاصنا نطلبوا باش نشريو الكارو، بغينا ناكلو خاصنا نتلصقوا على ديورنا، عندي امي خاصني نبقى نتلصق باش نتغدى ولا باش نفطر، هادي في دارنا حيت ما عنديش لاصون باش نمشي نجيب، هاي هاي امي راه موجده ليا واحد شويه ولكن راه ما كافيش. راه ما كافيش عاونونا الله يجازيكم بخير. انا هاد السيد ديال الجولف يخدمنا يدخلني انا كنت نعرف ندير الميكانيك يدخلني لا تولي ولا الجارديناج عطا الله باش هو شحال انتم من واحد اللي مجرين عليكم قبل؟ حنا محبوسين راه تقريبا كنا 120 كادي وتنقصوا دابا لدرجه اننا بقينا شي 17 ولا 18 واحد. لا فين تنقصوا قريب فين مشاو؟ الخرين غير كاين اللي دبر على راسه كل فين دبر على راسه كل فين هاد الناس كله حنا اللي بقينا تلينا معاه حيت علاش حيت علاش بقينا ولفنا دابا هاد الخدمه ديال هادوك الناس هو كان كيتخلص علينا الفلوس كيشد علينا 200 درهم وكانوا عندنا كليانات داكشي علاش ولفنا الخدمه كانوا عندنا جوج كليانات ثلاثه في النهار كنا كنخدموا وكلياناتنا هما في الاقليم هنايا ولكن راه الجول ما بقاش خدام. دابا هو علمنا بحال علمنا السعايه علمنا السعايه دابا ولينا كنخدموا مع الناس كنخدموا بالصون درهم شنو هي الصون درهم؟ الصون درهم انا ما كتعيشنيش دابا الصون درهم ما كتعيشنيش انا ما عندي لا اولاد لا والو كانوا عندي كان عندي ولد شحال هادي دابا راه طلقت شحال هادي طلقت ما كان عندي ولد مشى مع عمو المهم الظروف ديالنا كان كيعلمنا السيد كيعلمنا السعايه كيعطينا الصون درهم اللعاب في ديزويترو خدمه بالخدمه ديالنا ديزويترو كيعطينا هي كانت 60 كانت 1400 شويه حتى لواحد من 2000 ولور عاد ولا داير لنا الصون درهم ماشي مشكل هذا المهم دابا كنا خدامين دابا حنا ما بقيناش دابا كنخدموا والو صافي كنا خدامين حنا كنا خدامين معاه دابا هو كنا خدامين مع لي منبر كان باش ما عطا الله كنا خدامين كيقول لي دابا راه كيقول لي راه محدنا وانا غنزيدوكم وغندير واحد الكلوب قدام حدا هنايا حدا قدام الكلوب قلنا غندير لكم واحد الكلوب كبير وغادي نزيدكم لي منبر وغادي تولي القضيه مزيانه ولكن باللي بدا المشروع راه ولينا بحال راه من سيان سنه ملي توفى الحاج اليوسفي دابا راه السيد جواد هو اللي مكلب دابا ملي كنا نبغيو نهضروا كيقول لك اودي راه مشى لبرا راه هو مشى وحنا واش نضيعوا حنا في رزقنا راه 25 عام راه التقليد راه غيبقى عليه راه كاين الله وكاين الموت راه ما سمحوش ليه يوميا قدام القيامه راه ما سمحوش ليه حنا راه ضيعين هو زاد كما علينا ولكن ما سمحوش ليه. اذا متبعينا كما شاهدتم معنا كنتم معنا في بث مباشر من مدينه بن سليمان تضمن امام عماله تقليد بن سليمان.